موضوعنا اليوم نتكلم على الصيام عند المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك. مخابر فرات الرزس فرع الصحة الطبيعية تقدم لكم دوكت فام. عندك أسئلة؟ حبيت نصائح؟ تواصل معنا على الفيسبوك وأتباعنا رح يجاوبوك. ريح معنا دوكت فام. دكتور فريد بن عيبوش طبيب مختص في طب النساء والتوليد وأمين عام لجمعية الأطباء الخواص في التوليد. السؤال اللي خيرناه اليوم، كيفاش يكون صوم رمضان في 3 شهور الأولى تاع الحمل؟ 3 شهور الأولى تاع الحمل مرحلة خاصة. علاش خاصة؟ باسكو فيها أعراض الحمل، أعراض الحمل اللي يقدروا يبانوا عاديين. المرأة تتقية، لما المرأة تتقية راهي تضيع في الماء، راهي تضيع في الأملاح المعدنية. واش هي الخطورة؟ الخطورة تقدر تكون نقص في وزن الجنين. الطفل لما يزيد يقدر يكون أقل من 2.5 كيلو. وباش ما لازمش تتقية، كاين دابور أدوية، كاين مكملات غذائية فيهم الزنجبيل باريكزوم، فيهم القارص. وحتى وين تصوم المرأة الحامل لازم لها شروط هذا الصيام. الشروط: لازم تاكل بتوازن، يلفو ان روبا اكيليبري، ولازم تاكل 3 مرات في الليل. المرأة اللي ما تسحرش ما تقدرش تصوم. والسحور هذا مرحلة خاصة، وين لازم تاكل السكر، لازم تاكل الفيكولا، لازم تاكل الحليب، لازم يكون الغذاء ديالها متوازن. وما ننساوش بليك المرأة مدة طول الليل لازم تشرب، لازم تشرب على الأقل 2 لترات في النهار. ولازم تعرف بليك المرأة الحاملة تقدر تنقطع، تحبس الصيام ديالها لكل الأعراض اللي يبانوا لها غير عاديين. بار اكزومبل الدوخ، بار اكزومبل ما تشوفش، تشوف فلو، بار اكزومبل تعيا بزاف أكثر من لازم. في حالات وين المرأة تكون عندها ستر دي كونتراكسيون يوتيرين، الوالدة ديالها تسطر، ولا يكون عندها نزيف، هذه الأعراض أعراض تاع الإجهاض، وهذه الأعراض يمنعوا لها باش تصوم، باسكو الصيام مش مليح في هذه الحالات ولازم تحبس في الصيام. نتمنوا لكم رمضان كريم بالصحة والهنا إن شاء الله. دوك تفهم قدمت لكم من طرف مخابر فرات الرازس فرع الصحة الطبيعية.